السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ خير الحمد لله. طبعا شباب، في الفيديو الحين دابا راح نوريكم كيف تسوون شعار لقناتكم. اولا لازم يكون عندك ذا التطبيق سبورت افاتار لوجو، راح تضغط عليه وراح تسوي بلاي. طبعا شباب راح تظهر لك الشخصية. اولا راح تختار الشباب، اعذروني، تم ريبورتنا. اولا نسوي بلاي. وحدنا كل عندما تخرج او تدخل للتطبيق راح يتبدل، راح تتبدل الشخصية. اولا تختار الالوان، هادو لازم تتفرج في، راح تضغط عليهم وراح يحول لك لي، لازم تفرج فيديو. اولا نضغط هنا عندك دو كما شفنا، هادو لازم تفرج فيديو، راح تضغط عليهم راح يجيكم فيديو. اولا راح نختار لون البشرة، ثم العين، عندك ذي العين وذي العين وذي العين وذي العين وذي العين، راح اختار ذي العين. راح نروح عندك ملابس حقت دي وحقت دي وحقت دي. طبعا شباب عندك ملابس بابجي. المهم راح اسوي دي وراح اسوي ذي الشنب، راح نختار ذي عندكم دولي الحاجات. هنا جينا للشعر، من هذا وذا وذا وذا، راح اختار ذا الشعر حبيته، وراح اختار هذه. ثم النظارات، نظارات اختار هذه النظارات. الكاب، كيف اتوقع ما يفيد، راح اجيب سماعات، زي السماعات. اولا ملي تجيب هاد السماعات راح تجي لهنا واختار اي واحدة من ذولي اللي راح تكتب اسمك فيها. راح نضغط وراح نصغرها كيد، نرفع شوي. مهم بقياسكم انتم. نروح راح نكتب اسم قناتنا، راح نروح نشوف اي لون يكون اسمك مكتوب، وراح نضغط على جيمين وسوي دون. المهم راح اطلع وراح نصغرها، نزيد اصغر كده وراح نسوي دون. اولا يمكن لكم تعملوها في شير او تأنستاليوها كده. سوي لك وروح نخرج. راح نخرج. الحين عندما تدخلوا لكي تسوق شعار قناتك، راح ادخل الى قناتي. راح نخرج. راح نكتب اسم قناتي. وليد يوتيوب. راح تطلع زين.
طبعا ساعة شباب اللي تظهر لي اللوجو حقك. راح نضغط اولا، راح نضغط على فيديو، ونروح ونسوي بغاليت على ما اظن. لا وتخشين راح نسوي كده. لا استنى شوي، لا كده راح تضغطون على كريغ انكون، راح تضغطون على هذه الصورة كده، وراح تشوفوا فو فوتو. راح نضغط وين عندي دي الصورة ودي الصورة. طبعا شباب عندما انستاليوها هتطلع لكم، وراح تشوفوا راح تعدلوا سيليكسيوني فو فوتو، عاد نشوف دوكيمو. وها هي شباب، شفتوا دي الصورة؟ راح تضغطون عليها. طبعا شباب انا عملت شارقة نفسي ديالي، المهم هادي راح تضغطون عليها، وراح تسوون ديفينيركم دو بروفيل، وراح تسنى اظن 3 ساعات ولا يوم كامل، وراح تظهر لك اللوجو. راح نخرج. طبعا الدراري دابا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى ان نال اعجابكم. وهاد الطريقة الدراري صحيحة كما انا عدلت اللوجو حق القناة ديالي. ونودعكم، باي.